اهلا بحضراتكم مره تانية. النهارده احنا معانا وضيفنا واحد من المطربين اللي خلقوا حاله استثنائيه على السوشيال ميديا بعد ظهوره في برنامج من برامج اكتشاف المواهب، وصل من خلاله لمرحله ما قبل النهائيات. صوت مصري قوي ومميز. خلونا نرحب بالمطرب الشاب خالد حلمي. صباح الخير عليك يا خالد. صباح الفل، يا اهلا بيك. كله تمام، منورنا والله. بنورك والله، انا مبسوط ان انا معاكم جدا. احنا مبسوطين ان انت معانا. دايما احنا متعودين انه الاصوات وخصوصا الاصوات الشابه بيكون بدا من هو صغير، من هو طفل صغير كده بدا، وبداوا ينموا موهبته. لكن خالد شق طريقه خلاص وبقى موظف في احدى الشركات، لكنه سرعان ما تحول مره تانية ورجع لموهبته الاصليه وهي الغناء. ازاي ده حصل يا خالد؟ والله يمكن انا الوضع مختلف شويه، يعني انا ما مش من الناس اللي هي كانت بتغني وهي صغيره وطول عمري بحب اغني، لا. انا بعد ما خلصت جامعه اكتشفت ان انا بعرف اغني وصوتي حلو وحاجات كده. اكتشفت؟ ما كنتش بتدندن حتى؟ لا خالص، مع اصحابي كده وبنهزر وبنلعب، ففجاه ايه ده والله صوتك حلو، فانا ما خدتش الموضوع جد يعني. بس غصب عني بدا يبقى الموضوع بروفيشنال وجد جدا في وقت سريع يعني. ايه اللي حصل يعني؟ انت هل مثلا زمايلك في الشغل كانوا بيقولوا لك صوتك حلو فيلا اعمل حاجه، خد موضوع الغنى ده بروفيشنال اكتر، عملت ايه؟ لا، صحابي بيغنوا، هم صوتهم حلو وبيغنوا كده، فانا قاعد معاهم بندندن. في الشركه برضو؟ لا لا لا، صحابي هو كانوا معايا في الجامعه يعني. وبندندن مع بعض بنلعب يعني. فلقيتهم بيبصوا لي، والله صوتك حلو. لا انت صوتك حلو قوي، ما دي بقى الفكره، صوتك حلو قوي، عربك صحي جدا، غناك بتاعك صحي جدا، فده مش واحد لسه مكتشف نفسه من قريب. هو مش قريب قوي يعني، متخرج من كتير برضو شويه، بس انا اتدربت طبعا كتير قوي، ويعني اشتغلت على نفسي، بدات اطور شويه من الموهبه اللي عندي يعني. ده اللي عايزين نعرفه. يعني اشتغلت على نفسك ازاي؟ يعني بدات اخد كلاسز غنى كتير قوي، بدات اسمع لان انا ما كنتش بسمع كتير. بدات برضو فتره سريعه دخلت بتغني في الاوبرا، في الاوبرا كلها، فده خلاني اسمع اغاني مختلفه شويه، حاجات قديمه بقى، حاجات وسط، حاجات جديده، فبدات شويه يبقى عندي شويه ثقافه موسيقيه كده يعني، لحد ما قدرت الحمد لله دلوقتي حتى بقيت انا مدرب غنى اصلا كمان، غير ان انا بغني. فطبعا شويه انا بحب الحاجات اللي ابتدت شويه متاخر، عشان كده بتدي نوع من انواع يعني النضج وانسبيريشن كمان للناس التانية اللي لسه خايفه ان هي تبتدي او حاسه انه فات الوقت. فحلوه قوي ان انت دلوقتي وصلت انك بتدرب غنى. يمكن دي فعلا من الحاجات اللي هي نفعتني جدا، ان انا قعدت فتره كبيره قوي في حياتي بسمع بس. فده اداني سمع لحاجات كتير قوي، حاجات مختلفه وعربي واجنبي، حاجات كتير قوي، فده اداني طبعا في الاخر بنسميه ايدج كده شويه، ان انا بقيت عارف لما تقعد تسمع كتير كده لما تيجي بعد كده تغني بيبقى عندك تتعود على كده. بالظبط بالظبط جدا. طيب هنبدا بايه؟ انتوا حابين تبداوا؟ انت بتسمع مين اكتر حد؟ انا بسمع كل حاجه في الدنيا، انا بسمع حاجات وبدأت كتير قديم. وبدات بقى ما كنتش بسمع قديم، بعد كده بدات طبعا دخلت في القديم وانطلقت فيه جدا يعني. نسمع ايه قديم لمين؟ نسمع ايه قديم لمين؟ نسمع ورده. يلا نسمع ورده. الله. يلا جدا في يوم وليلة، يوم وليلة، خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة، أنا وحبيبي، حبيبي حبيبي، دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة، عمري ما شفته ولا قابلته، ويا ما شغلني طيفه، وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه، نسيت الدنيا وجريت عليه، سبقني هو وفتح ايديه، لقينا روحنا على بحر شوق، فضلنا نشرب ودوبنا فيه، ومين يصدق يجرى ده كله، ونعيش سوا
ونعيش سوا العمر كله في يوم وليلة ليلة 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 ليلة. الله 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 عليك. هاي خالد، اليومين دول في جونرز كتيرة قوي للأغاني، أنواع كتيرة مختلفة، في المهرجانات، في التراب، في الراب، الحاجات دي كلها، بتحب تسمع إيه؟ وشايف حال الأغاني اليومين دول عامل إزاي؟ والله بصي، أنا اتخضيت في الأول من اللي هي سبيشالي وقت بداية المهرجانات والحاجات دي. بعد كده بدأت شوية أتعود وبدأت ودني تختار الحاجات اللي هي عجباني يعني منها. وبدات تبقى في حاجات فعلا حلوه، بدات حاجات تبقى شويه فيها مزيكا حلوه، يبقى الناس حتى بدات يبقى عليها قبول جدا. فبحس ان هي زي بدايه اي حاجه، بيبقى ليها كده خضه في الاول شويه، بعد كده بنبدا نتقبلها واحده واحده مع الوقت. يعني ممكن تغني حاجه مهرجانات بطابع مختلف او تراب لو عايز، زي ما انت عايز. يعني هي اغني طبعا كاغنيه، ممكن ليه لا. بس حتى لما بنعملها بهزار كده مع صحابنا يعني، وحاجات كده يعني. ممكن اغني تراب كمان، لان ده من انا بحب يعني في انواع، في اغاني من التراب، في حاجات حلوه، في حاجات يعني شدت ودني جدا، ففي حاجات طبعا ممكن جدا، ليه لا. تسمعنا حاجه طيب تراب او مهرجانات زي ما انت عايز. مهرجانات او تراب اللي جاهز معاك. مش كان في كده اغنيه بتاعت ويجز، كنت يعني بلعب انا وواحد صاحبي، حتى نزل لها على السوشيال ميديا وطلقت شويه. كانت حاول افتكر بقى، الكلام طبعا صعب شويه بس حاول نفتكر يعني. بفتنا تعشر المظابيط، يا سمك شعره يا مصابيح، ضبع بسعر المقاطيع، لو انت بابا طب انا مين؟ مش نفس اللون ما نتساويش، يا لحمانية ما تستويش، قلبت الحلو نسكويك، صدر واسع واحتويك. بس كده حتة الله. كأن أول مرة نسمعها أصلا. طيب أنا عايز أعرف بقى مشاريعك أنت الغنائية الخاصة. والله بص، السنة دي اكتف شويه، فبحاول اعمل كذا حاجه. في ان شاء الله سينجل قريب جدا، في خلال شهر ونص هتبقى من الاغاني المهمه قوي في حياتي يعني، واغنيه كمان بعديها يعني. في ان شاء الله السنه حوالي 3 4 اغاني مهمين، ففي شويه طاقه كده واكتيفيتي شويه السنه دي. انت اتعلمت غنى متاخر، فتعلمت الجيتار امتى؟ لا، الجيتار انا اتعلمته، عارفه زي ما بنقول كده، لماضه كده. انا عشان بلحن وبدا يبقى عندي شويه شغل في الالحان، ف اشتريت جيتار ويوتيوب بقى، وبدات مع الوقت انطلق بيه يعني. طيب والله كويس. كنت بتتكلم معانا دلوقتي انك بتدرب وبتعلم مزيكا، المستوى بتاع الاجيال الجديده عامل ازاي؟ بص، فيه وفي، بس طبعا هو الفكره كلها ان المستوى بيتحدد على اساس اللي هو بيسمعه. فاحنا نوع السمع بتاعنا دلوقتي مختلف شويه. مفيش حد دلوقتي بيسمع قديم؟ لا، في طبعا، في من الاجيال الجديده مش بيسمع قديم، بيسمع قديم. اصل خلي بالك القديم بتاعه بقى ايه؟ القديم بتاعه النهارده عمرو دياب، اللي هو المتوسط بتاعنا، اللي هو عمرو دياب ومحمد منير، هو ده القديم بتاعه. في طبعا الناس اللي هي متخصصه شويه، اللي هو بيغني في الاوبرا من هو صغير، اللي هو بيغني اللي هو في معهد الموسيقى العربيه، غصب عنه عشان يعرف اصلا يتطور لازم بيسمع القديم، اللي هو القديم بقى، موشحات وادوار وعبد الوهاب وام كلثوم والحاجات دي كلها. فده طبعا بيبقى مع الوقت يعني. طيب احنا عايزين نسمع حاجه بقى بس تكون بتاعتك انت. ماشي. كان من فتره كنت نزلت اغنيه اسمها حبه صور، بحبها قوي، فممكن ممكن نسمعها. يلا بينا. مش هبطل احاول انسى لحد ما انسى، مستحيل يجمعني بيك في يوم ما كان، مش هسيبك تاخدي عمري زمان وتمشي، واما تمشي تاخدي عمري الجاي كمان. أعمل إيه بحبة صور ما بينطقوش، كل أنا ما اشتاق لهم ما بيشتاقوش،
اللي عاشوا الذكرياتهم طول حياتهم لقيوا روحهم في النهاية ما بيعيشوش. أعمل إيه بحبة صور ما بينطقوش، كلنا ما اشتاق لهم ما بيشتاقوش، اللي عاشوا لذكرياتهم طول حياتهم لقيوا روحهم في النهاية ما بيعيشوش. هايل هايل. كلمات مين الأغنية؟ الكلمات كلمات صديقي محمود وحيد، وألحانك؟ وألحان الملحن محمد خلف. اغنيه حلوه قوي قوي قوي، انا من اكتر الاغاني اللي بحبها يعني. بتعتمد في شغلك دايما على اصحابك؟ مش دايما يعني، بس يعني الحاجات دي بتبقى راحه نفسيه شويه، بس ساعات طبعا وساعات ما بنبقاش صحابه ويقلب بعد كده بقينا اصحاب، زي خلف مثلا لحن الاغنيه دي يعني. خلف احنا كنا اصحاب اصلا وعمل لي الاغنيه دي، في حد تاني مثلا لا ما كناش. الصعوبات اللي بتقابل يعني اي حد عايز يغني في البدايه كده؟ بصي دلوقتي بحس الصعوبات مختلفه، زمان كانت الصعوبات ان حد يظهر اصلا، دلوقتي العكس، لا انت ممكن تظهر كتير عادي جدا. بس ازاي هتفضل بقى؟ لان هو الناس بتنسى بسرعه قوي، انت ممكن اغنيه تعملها او حاجه تنزلها على السوشيال ميديا في ثانيه تبقى اشهر واحد في مصر، بعد كده يومين ثلاثه خلاص الناس بتنسى، لان السرعه بقت عاليه جدا جدا. فالناس بتنسى بسرعه لان الاغاني بقت كتيره او المعروض بقى كتير قوي. فدي اصعب حاجه انا بحسها دلوقتي. وانا لو ما طورتش نفسي برضو حتى لو انا موهوب وعملت اغنيه كويسه وزي ما انت قلت سمعت على السوشيال ميديا والناس كلها سمعتها، لو ما طورتش من نفسي ودرست زي ما انت عملت بالتاكيد مش هكمل. طبعا يعني زي ما احنا بنقول هو الدنيا سريعه، فانت لازم تبقى دايما ملم او مطلع بس شويه على كل اللي حواليك، لان هو لو واحد قفل على نفسه كده لا هيحس ان هو حتى لما يجي يرجع للناس تاني مش هيبقى حاسس شويه باللي الناس عايزاه، او مش حاسس شويه ايه ذوق الناس دلوقتي حتى بقى عامل ازاي. تحب تسمع لمين يعني، او مش بس تسمع له، بتحب تغني لمين من المطربين الموجودين دلوقتي؟ والله بص انا ذوقي مختلف، انا بحب ناس كتير قوي، بس يعني بتحسد حد كده مش بتحسده يعني، بس لو يا انا كان نفسي اعمل اغنيه دي، اغنيه دي حلوه قوي كان نفسي فيها. في اغنيه نزلت كده قريب حسيت كده؟ اغنيه نزلت قريب حبيت قوي اغنيه بتاعت حسين الجسمي بتاعت البنت العريض، كنت بحبها جدا. وانا بحب مثلا على الاصوات بحب ادم قوي قوي، حتى طبعًا. لما كنت في البرنامج غنيت له وتواصل معايا بعديها وبسطت جدا ان هو عجبه اللي انا قلته. بحب وائل جسار جدا. يعني في كام حد كده بالنسبه لي، احنا هنسمعهم، احنا هنسمعهم، سمعنا حد ليهم يعني. ماشي اسمع ايه تحب، ادم ولا حسين الجسمي وائل جسار؟ عايز مش ممكن حسين الجسمي، اغنيه يلا. قديمه شويه ليه بس انا بحبها قوي يعني. قول رجعت لي يا حبيبي، قصدي اللي كنت حبيبي، ضعت بعدي كرهت بعضي وجيت ندمان خلاص، كل ده ومعرفتش اني خلاص نسيت، جايلي وبأي حق تقول يا ريت، انت جيت وفرقت ازاي ما جيت مشيت، مش هفكر فيك وروح لو روحي فيك. ليك بصمة يعني، حتى لو بتغني اغنية حد ليك بصمة برضو يعني، بتغير من الاغنية؟ بحاول شوية علشان بس حتة الناس بس محتاجة تحس، بدل ما هو يسمع الاغنية من مغني الاصلي يحس بس شوية انه في اختلاف كده، يحس بالشخصية يعني. طيب كنا بنتكلم من شوية وانت بتتكلم قلت الناس عايزة ايه، ذوق الناس، شايف لسه الاغنيه الرومانسيه ليها رونقها عند الشباب، عند الناس بشكل عام؟ طبعا جدا، بدليل ان هو في عز المهرجانات والتراب والحاجات دي كلها بتنجح، بنلاقي برضو اغاني رومانسيه، بنلاقي اغاني مثلا زي اللي بيعملها استاذ عمرو دياب يعني، والناس كلها يعني بتنجح برضو، ليها صدى كبير قوي يعني.
لسه في ناس يعني لو بتمر بحاله حب بيسمعوا اغاني رومانسيه. ايوه يعني اكيد. يعني هقول لك على حاجه، انا كان شويه بدا يبقى عندي شكوك في الموضوع ده من فتره، لحد ما يعني اتشرفت طبعا ان الفنان عمرو دياب دعاني ان انا اغني معاه في حفله، وطلعت ولما شفت منظر الجمهور ما كنتش متخيل الناس بتتنطط على الاغاني اللي هي مهيصه. بعد كده لما بدا هو يغني اغاني دراما شويه بتاعته حاجات كده، لا الناس حتى وكل كل الاعمار يعني، مش بس اللي هم جيلي اللي هم تلاتينات يعني بس، لا اللي هم حتى الاصغر والاكبر، لا كله برضو احنا كمصريين عندنا حته الاحساس شويه والاغاني الدراما دي شويه. فتاثرت جدا يعني، حسيت هو لا الناس بتحب تسمع. طب تفتكر الناس تحب الاغاني اللي فيها حب شويه ولا الاغاني اللي فيها دراما اكتر؟ دراما. احنا كعرب عامه احنا فينا الحته دي شويه، بنحب الحزن قوي شويه او شويتين يعني مش شويه واحده. فعندنا الحته دي طبعا جدا جدا. سمعنا حاجه دراما كده. ماشي. طب بما ان جبنا سيره عمرو دياب بحبه جدا، بس ما تزودش في الحزن ولا لا متقلقش حبه كده بس صغيرين. عيونك شايفها وحاسس ان انا عارفها، سيبيني براحتي اوصفها، مكسوفة ليه؟ كأنك معايا بقالك عمري ويايا، بنفس الصورة جوايا من قد ايه؟ سنين شايفك في أحلامي بنادي عليك ضميني، ليالي كنت مش عايش ومستنيك تحيني، وحشتيني وحشتيني، سنين بعدك على عيني، ليالي كنت مش عايش ومستنيك تحيني، وحشتيني وحشتيني، سنين بعدك على عيني، ليالي كنت مش عايش ومستنيك تحيني. يعني زي ما شوزلي قال، انت ليك بصمة في كل أغنية فعلا بتقولها. ربنا يخليك يا فندم. بحاول والله يعني، بحاول فعلا الناس بس تحس ان هي الاغنيه مختلفه شويه عن اللي سموها قبل كده يعني. خالد احنا مبسوطين قوي معاك، بس هنروح لفاصل سريع ونرجع تاني تكمل لنا الغنى الجميل ده. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع لحضراتكم تاني بعد الفاصل، خليكم معانا. برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل، ولسه مستمرين معانا النهاردة. منورنا في الاستوديو المطرب الشاب خالد حلمي. في حقيقة صوتك يعني أبهرنا وإحنا عادين معاك، وإحنا في صباح الخير يا مصر بنعرض كتير قوي أغنية ليك اسمها لف في حواريها، بس ما إنك معانا وقبل ما نرجع تاني ونكمل كلام عايزينك تغني لنا الأغنية الحلوة دي. طبعا. لف في حواريها ناس مصر دي أحلى ما فيها، أصحاب جدعان مع أحلى جيران، لا ما بنقفلش بيبان، انزل عالنيل دايما مليان تفاصيل، لما وحواديت ما هي مصر دي بيت، صبح وليل تبقى أمان، هي الليل كله لو ضلم نور هينور للكل، أهلها دايما تضحك لك وتقول يا صباح الفل، روح مصر صحيح حاجة تانية، تدي لك عينها في ثانية، ونحد نفكر يوم يراقبها
هالرد يهز الدنيا. الله عليك. لا اللايف مختلف برضو أكيد. طيب طقوسك إيه في الغنى؟ يعني في قبل الغنى؟ قبل الغنى آه. بص أنا أكتر حاجة بحس إن أنا محتاج أبقى نايم كويس، فدي بالنسبة لي أهم حاجة قبل الغنى. بس عادة قبل الغنى طبعا ما ببقاش واكل حاجة تقيلة، خفيف كده، ممكن أشرب حاجة سخنة، مش ينسون طبعا، ينسون بعد. أشرب قهوة مثلا؟ آه أنا بحب أشرب، أنا بشرب قهوة كتير يعني. فده بالنسبة لي حاجة مهمة جدا، أنا بشرب حاجة سخنة كده ومزاجي رايق يعني بنسميها. هو ده المطلوب، لازم المزاج يكون رايق عشان يعرف يبدع. ده حقيقي. خالد شايف ان المغني مهم يشتغل على حاجات تانية جنب صوته؟ يعني طبعا. خلينا نتكلم حاجات مختلفة، الشكل، المواقع التواصل، ايه الحاجات اللي محتاج المغني انه يعملها عشان يفضل relevant للناس، او الناس تفضل حاسة ان هو مناسب ليها وستار طول الوقت؟ بتحس بايه؟ بصي الحاجتين اللي انت قلتيهم يا بسنت دول مهمين جدا. سواء شئنا ام ابينا، يعني ان هي فكره ان الناس بتحب الشكل المطرب يكون كويس، لان انت على طول طالع للناس، فمهم ان شكلك يكون كويس طبعا. والنشاط على السوشيال ميديا، والنشاط الذكي على السوشيال ميديا برضو، ان الواحد يحاول يبني لنفسه بنسميها بيرسونا، او هو عايز الناس تشوفه عامل ازاي. يعني ايه الكاركتر اللي عايز يبنيه لنفسه مع الناس، وموضوع الشكل. دول حاجتين برضو انا حاولت اشتغل عليهم شويه. الناس اللي فاكراني من ذا فويس او من البرامج اللي كنت فيها يعني هتفهم قصدي شويه، ان انا شكلي اتغير شويتين عن الفتره دي، يعني في 80 كيلو ما بين دلوقتي قبل كده. وفي نفس الوقت برضو السوشيال ميديا، انا شويه كسلان على السوشيال ميديا، بس مؤخرا بدات ان انا ابقى اكتف شويه. حلوه الكفرز اللي انت بتعملها كمان، حلوه قوي. اه بتبقى لذيذه يعني، بحس الناس بتحب شويه ان هو لو هم عندهم صوت بيحبوه يعني يحبوا يسمعوا الصوت ده، لو بيقول اغاني كمان اللي هم بتعجبهم من مطربين تانيين. فشويه بدات اعمل ده بشكل كبير يعني. طيب مشاركتك في برنامج اكتشاف المواهب ضفت لك ايه؟ مشاركتك في برنامج اكتشاف المواهب ضفت لك ايه؟ ضفت لي كتير جدا. غير الناس عرفتني، اه الناس دلوقتي ما بتربطش شكلي باللي كان في البرنامج، بس حته الرهبه ان انت فقدت وزن كتير صح؟ يعني 80 كيلو يعني. فقدت 80؟ اه تقريبا 75. هايل. ما شاء الله. هايل. فشويه الناس بتقول لي انت اخو كان بيغني في البرنامج، حاجات كده بقى في الشارع. اه في الشارع كتير قوي انت شبهه انت اخوه او حاجات كده. بس ضاف لي ايه؟ رهبه، لان هو أنا شال الرهبه. انا وصلت للمرحله النهائيه، ففي الاخر خلاص اخر حلقه واخر حلقتين احنا في 100 مليون حد بيتفرج حرفيا. ده الرقم اللي كان بيتقال لنا الفيورشيب بتاعت الحلقات الاخرانيه، احنا كنا وصلنا لفوق ال 100 مليون. ففكره ان انت على الهواء على مسرح بتغني لايف، وفي البرنامج ده احنا كانت الغنى اغاني صعبه مش اغاني سهله، بالذات في المراحل الاخيره. فكان تحدي كبير جدا، فطبعا شال عندي رهبه كتير قوي ان انا، بس طبعا الجمهور لسه عنده رغبته لما يبقى حفله او على مسرح. بس فرق معايا بشكل كبير قوي كخبره يعني. بتغني، انت قلت لي ان انت بتسمع اغاني او كنت الاول بتسمع اغاني كتيره قوي من ثقافات مختلفه، بتغني بقى لثقافات مختلفه ولا لا؟ مش دايما، بس ساعات يعني، بس الحاجات اللي احنا متعودين عليها لبناني خليجي. بحب اسمع حاجات برضو مغربي حاجه كده، بس طبعا ما غنيتهاش، اللهجه بتبقى شويه غربي صعبة. لا بسمع كتير جدا، بس برضو ممكن اغني او ممكن ادرب حد غربي، بس ان انا اغنيه ممكن كده، بس بيبقى برضو في نطاق الهزار يعني، مش اكتر من كده. طيب ايه اكتر اغاني ممكن تكون بتطلب منك؟ طبعا طربي كتير قوي لما حد يسمعني، او انا عامه برضو بميل للاغاني اللي فيها دراما او شجن شويه. طب ما تطربها. طبعا يلا يلا. ماشي. ممكن من اكتر الاغاني اللي انا بحبها وبحس الناس ما بتبقاش فاكراها قوي، بس لما نيجي نغنيها كده يقول لي اه ايه ده حلو قوي، اغنيه بتاعت ميادة الحناوي اسمها الحب اللي كان. معرفش اه طبعا ناس كتير هتبقى عارفاها ولا لا، بس الاغنيه دي انا بحبها جدا. بالظبط. طب غنيها معايا بقى. لا يلا شوزي فعلا صوته حلو بجد. لا احنا نغني بقى. كان يا مكان، 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 الحب مالي بيتنا
ومدفينا الحنان مدفينا الحنان زرنا الزمان سرق منا فرحتنا والراحة والأمان الراحة والأمان حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي يا أنا يا أغلى من عينيا نسيت من أنا أنا الحب اللي كان اللي نسيته أوام من قبل الأوان نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام على غدر الإنسان والله زمان يا هوى زمان والله زمان زمان يا هوى زمان والله زمان يا هوى زمان والله زمان زمان يا هوى زمان والله زمان زماني يا هوى زمان. لا ده الاغنيه طويله. حلو قوي. بهزر دي بس. ربنا يخليك ميرسي. لا ما شاء الله عليك والله مبدع يعني. ربنا يخليك يا شازلي ميرسي. طيب الاجيال اللي جايه المفروض تركز على ايه؟ بص انا يعني من وجهه نظري البسيطه يعني ان هو ما يزنقوش نفسهم في حاجه واحده بيسمعوها او في شكل معين واحد. احنا دايما عايزين نحسن الذائقه الفنيه. بالزبط. عايزين الناس تسمع الحاجه الطرب يعني مش هقولك الحاجه بتاعت زمان لان كل جيل بالتاكيد ليه كلماته وليه المصطلحات والمفردات اللي بتستخدم في الاغاني وليه اللحن وليه الريتم وليه كل حاجه لكن في النهايه في حاجه فيها طرب. صح. احنا عايزين الناس تركز على ده. صح جدا. يعني انا رايي ان هو محتاج يسمع ده جدا يعني او على الاقل ما يمسكش بس في اللي هو بيسمعه دلوقتي لا برضه يدي فرصه يسمع الحاجات التانية الحاجات اللي هي فيها شويه طرب الحاجات اللي هي فيها شويه سمع بنسميها بلغه المزيكا يعني لان انت لما تقعد تسمع نوع واحد او حاجه واحده او شكل واحد انت غصب عنك ودنك مش هتستقبل ده بعد كده فانت اتليست ادي له بس فرصه ويمكن تحبه زي ما حصل لنا كلنا انا وانا صغير شخصيا ما كنتش بقدر اسمع اغاني قديمه ولا عمري كنت بسمع ام كلثوم ولا عبد الحليم ولا اي حد بس مع الوقت لما بدات اسمع فيروز مش عارف ام كلثوم عبد الحليم بدا خلاص انا بدات اتعلق بالاغاني دي فبقيت اسمع جديد زي الناس كلها وبسمع كمان بقى عندي حب جدا للقديم يعني انا بحس ان دلوقتي الشباب بيحبوا يسمعوا الاغاني اللي بتدي قصه او عبره منها يعني مثلا بحس الاغاني تراب دلوقتي في موضوع ورا الاغنيه بيبقى شئنا ام يعني اتفقنا او ما اتفقناش مع الاغنيه ده موضوع تاني لكن بحسهم دلوقتي بيحبوا يسمعوا النوع ده اكتر من حب مثلا او كده بتفق معايا ولا لا جدا علشان ده يعني بحس كمان هي قصه طبعا بس كمان هو شبه للناس بتتكلموا في الشارع فهي الفكره كلها زي ما احنا وقتنا كنا برضو شويه شبه كلامنا فنفس اللي بيحصل هو بس الناس عايزه تحس ان هو ده القريب منهم فده اللي موجود في كلامه عشان كده بنسميها الطبخه الذكيه ان الواحد يقدر يعمل اغاني بنفس كلام الناس عادي جدا وبس فيها الموضوع اللي هي فيها المزيكا بقى بتاعتنا فيها مزيكا بالظبط هي دي الحاجه الصعبه شويه يعني بحسها طيب شايف ممكن نختم بايه نختم بايه اي لون انت دايما الناس كمان بتختار الختام حاجه بتبقى يعني فريحي شويه فريحي ومميزه والناس اجازه النهارده خالد فيعني كفايه كده طب احنا جبنا سيره اغنيه بتاع حسين الجسمي بتاعت الطبطبه دي انا بحبها قوي فممكن الله حبيبي بالبنط العريض غالي واقرب من الوريد حالتي تتشخص جنون بيقولوا لنا لك قريب اتاري كل ما احب فيك ادمنك وبقيت مزاج ابتعد بقى من ايديك
ده انت في لقاك العذاب ولقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد ضحكتك فيها كهربا ببقى زي واحد جديد لقيت الطبطبة ولو ما انتش بعيد ضحكتك فيها كهربا ببقى زي واحد جديد. الله عليك. الله عليك خالد. يعني صوت جميل فعلا واداء متميز وليك بصمه في كل اغنيه انت بتغنيها، حتى لو اغنيه لنجم كبير معروف انت لازم تحط كده بصمه بتاعتك بتخليها مختلفه وتخلينا عايزين نسمع اكتر ونكمل سمع. بالظبط. ربنا يخليك يا بسنت وشكرا يا شازلي، وانا مبسوط قوي ان انا والله كنت معاكم جدا جدا، وانا بحبكم اصلا من قبل ما اجي هنا وبتبسط جدا ان انا بشوفكم، وشكرا ان انتوا ادتوني فرصه اكون معاكم النهارده. مبسوطين يعني جدا بوجودك، واكيد كمان الساده المشاهدين كانوا مبسوطين طبعا من ادائك الممتاز. انت برضو شاب يعني لسه ثلاثينات، فما شاء الله عليك وبالتوفيق ان شاء الله، لسه قدامك المشوار طويل، ربنا يوفقك ان شاء الله في اللي جاي. ان شاء الله ان شاء الله نجاح كبير يا خالد. كل الشكر ليك. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات، نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد، بنصبح على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.